وصايا لتجنب النقد: أي خلاف بين الطرفين لا تغرب الشمس على غيظكم، ما تبتوش زعلانين. كل واحد يجي على نفسه ولو الطرف اللي قدامه هو الغلطان، ما دي وجهة نظرك انت، ما يمكن هو كمان وجهة نظره عكسك. ما تبتوش زعلانين، ما تبتوش زعلانين. اتنين، واجه نفسك بصراحة وكن شجاعا واعترف بغلطتك وصحح ما حدث. تلاتة، لا تأخذ قرار أو لا تأخذي قرار وأنت في وضع الغضب. في الغضب القرارات بتطلع غلط، بتطلع غلط. واحد يتنرفز ويخرج من البيت ويخصم، ما هو راجع البيت تاني. طب ما تروح فين يعني؟ هترجع، هترجع. يعني اوعى تاخد قرار وانت غضبان ابدا. زي اضحكوا بقى يعني، عشان واحد طلع من بيته غلطان، اتخانق مع باباه، ساب البيت ومشي. باباه رايح فين؟ ما ردش على باباه، ما ماشي غضبان. راح ياخد تاكسي، قال له رايح فين؟ قال له اذا كنت ما قلتش لبابا هقول لك انت. فيعني اوعى تاخد قرار في ثوره غضب، اوعى تاخدي قرار في ثوره غضب. حذاري للزوج ان يستخدم وسائل غير ادميه. حذاري للزوج، فمن قصدي ان يستخدم وسائل غير ادميه. المحاكم ليست الطرق لحل المشاكل، انما هي بدايه المشاكل. بدايه الخراب المحاكم، بدايه الخراب المحاكم. الترفيه مطلوب، المصايف مطلوبه، ولا سيما في وسط كنسي، وسط كنسي. الاجازات الزوجيه احيانا تفيد، مثلا تروح مؤتمر تبع الكنيسة لوحدك وترجع تلاقي نفسك ايه، انت مشتاق للمدام والمدام مشتاقه ليك. لكن لا يفضل لو في اجازة زوجية الزوجة تروح بيت مامتها، لا، ولا الزوج يروح بيت مامته، لا، ده ما ينفعش. الاجازات الزوجية في وسط كنسي. من ضمن الامور اللي تحل المشاكل برضو أما يكون في علاقات اجتماعية مع أسر حلوة، أسر كنسية يعني. يعني في بعض الأسر تبقى قافلة على نفسها كده، قافلة قافلة صعبة جدا، تبقى مش دارية بالدنيا ولا دارية بالمجتمع ولا دارية بإيه اللي بيحصل، وحتى يختلفوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض محدش دريان بيهم، وده مش صح. أما يكون في علاقات اجتماعية الزوجة تتعلم من اللي حواليها الصح ايه والغلط ايه، والزوج كذلك. الخدمة، الانخراط في الخدمة يحل كثير من المشاكل. الانخراط في الخدمة والوسط الكنسي يحل كثير من المشاكل الأسرية. وجود لغة الحوار المشترك بينكم مهم جدا، يحل مشاكل كتير. بس بشرط الحوار يبقى هادي وفي احترام لكل طرف للآخر. الاعتذار الضمني ده مطلوب. لو انت أخطيت أو أخطأت في حق زوجتك أو الزوجة أخطأت في حقك ومكسوف تعتذر، مكسوف تقول لها أنا آسف. ممكن تعتذر بطريقة غير مباشرة، يعني تروح تجيب لها هدية، معلش بتزعليش، خدين بالكم، ما ده اعتذار، هو لازم آسف يعني. فممكن اعتذار ضمني يتقدم للطرف الآخر. take it easy، عارف take it easy يعني ايه؟ مررها لا تمررك، ما تدقش على كل تصرف. كلام للطرفين مش لطرف واحد. خذ الأمور بمحبة. أخيرا، الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط.